وإذا كان يتعذر على المرء أن يستوعب في ذاكرته حوادث حياته في مختلف الأوقات والأمكنة، فليست حوادث تشرين لتنسى لا بأيامها بل بدقائقها وثوانيها. رياض رضا الصلح، سياسي لبناني وأول رئيس وزراء للبنان بعد استقلال البلاد، تولى رئاسة الوزراء عدة مرات. كان الصلح أحد أهم الشخصيات في نضال لبنان من أجل الاستقلال، وتمكن من توحيد الطوائف الدينية المختلفة، ويعتبر من مؤسسي لبنان، وله أثر كبير في فصل لبنان عن سوريا وبناء كيان سياسي مستقل للبنان تحت الانتداب الفرنسي. ولد في صيدا عام 1893 لأم شركسية ولأب من أصول مصرية. قام وجهاؤها بمهام شيوخ الصلح، وفدت إلى صيدا مع حملة إبراهيم باشا بن محمد علي. جده أحمد باشا الصلح تسلم عدة مناصب أيام العثمانيين، منها متصرف اللاذقية، وعماه كامل الصلح توفي عام 1917 رئيس محكمتي استئناف دمشق وطرابلس الغرب، ومنح الصلح توفي سنة 1921 نال إجازة في الحقوق. حكم عليه الديوان العرفي التركي في عالية بالنفي مع والده رضا الصلح بسبب مناوئتهم لحزب الاتحاد والترقي العثماني، فأمضيا ما بين 1916 و 1918 في إزمير في الأناضول. بعد نهاية الحرب العالمية الأولى أقام في دمشق ودخل في جمعية العربية الفتاة السرية، وبعد الاحتلال الفرنسي لسوريا عام 1920 ذهب إلى مصر. شارك في المؤتمر السوري العام في دمشق عام 1919 مندوبا عن صيدا، ونشط بالدعاية لاستقلال سوريا الكبرى آنذاك تحت حكم الملك فيصل. عاد عام 1935 إلى لبنان واشتغل بالمحاماة، ودخل بعد ذلك المجلس النيابي والتف حوله جمهور من الناس وأيدوه. وفي عام 1943 تولى رئاسة الوزراء، واقترح تعديل مواد بالدستور كان الفرنسيون قد وضعوها لأغراضهم الاستعمارية، وكانت هذه التعديلات قد قام بها بمشاركة مع الرئيس بشار الخوري، وهي الميثاق الوطني الذي ينظم تركيبة الحكم الطائفي في لبنان. ولما أقر مجلس النواب التعديل غضب الفرنسيون واعتقلوه مع رئيس الجمهورية بشار الخوري مع أكثر الوزراء وبعض النواب، وحبسوهم في قلعة راشية، فأدى ذلك الاعتقال إلى ثورة اللبنانيين على هذا الغرار، والذي أدى بدوره في النهاية إلى إطلاق سراحهم وإعلان استقلال لبنان بتاريخ 22 نوفمبر 1943. في 16 يوليو 1951 وبينما هو في طريقه إلى مطار ماركا شمال شرق العاصمة الأردنية عمان عائدا إلى بيروت بعد زيارة له إلى الملك عبد الله، اغتاله عدد من رجال الحزب القومي السوري الاجتماعي بإطلاق النار عليه في سيارته. نقل جثمانه إلى بيروت ودفن بجوار مقام الأوزاع في بيروت، وتسمى الساحة القريبة منه اليوم بساحة رياض الصلح. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب،
الموسوعة الصوتية المرئية الأولى بالنسخة العربية.